السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم غنتقاسم معكم طريقه اكثر من رائعه كيفاش غادي نخلو اولا نرقدو الزيتون ويبقى معنا لازيد من سنه كامله بواحد الطريقه اللي جد مميزه. فاول حاجه او اول خطوه بعد ما تناخدو الزيتون ديالنا تنزولو ليه العويدات الوراق، الا كانوا بعض الوحدات اللي فيهم بعض البقع تنزولوهم كذلك وتنغسلوه مزيان تنخليوه يتسقطر. من بعد المرحله الثانيه تنحتاجو الكيس من البلاستيك الغذائي مطرقه وسكين، يا اما السكين تنحطو بعض الشروخ في هاد الحبات ديال الزيتون كيف ما تتلاحظوا بالطريقه الموضحه امامكم. ولا كنا غادي نسرعوا هاد العمليه فنعملو الزيتونات اللي عندنا في كيس من البلاستيك الغذائي ومن بعد بحجره اولا مطرقه او لأي أداة مطبخية اللي تكون شوية ثقيلة تنضربوا بها الزيتونات ديالنا تنفرشخوهم كيف ما تنقولوا باللهجة ديالنا بهذه الطريقة. طريقة اللي هي سريعة وعملية، فسبق وعطيتكم عدة طرق للترقيد ديال الزيتون وكيفاش نعطيوه واحد المذاق او الطعم اللي تيكون مميز. اليوم غنتقاسم معكم طريقه اللي هي رائعه. لاحظوا معايا بعد ما ضربناه بمطرقه فحصلنا على هذه النتيجه الموضحه امامكم. الطريقه ديال اليوم طريقه اللي هي واعره وتنصح بها الجميع كذلك. باش نرقدوا الزيتون ديالنا تناخذوا القوارير او الاواني تكون زجاجيه او لا من الطين باش نحتفظوا به بطريقه صحيه والمده طويله. اما بالنسبه للماء يا اما نوضعوه في شي قله انيه فخاليه ولا الخابيه نخليوه على الاقل المده ديال 24 ساعه، من بعد نعمرو هاد الاواني ديالنا حتى الاعلى حتى نغطيو الزيتون اللي عندنا. الماء المستعمل من المفضل ما يكونش فيه الكلور، تقدروا تعوضوا هذا الماء بالماء المعدني، الماء ديال الشا، الماء ديال الابار او الماء ديال العيون مثلا. تنغطيو القراعي اللي عندنا وتنخليوهم المده ديال 24 ساعه، تنبدلوا هذا الماء المده ديال 7 ايام حتى ل 15 يوم. الماء كل ما بدلناه فاللون ديالو تيبدا يتغير، في الاول تيكون غامق من بعد تيتم غادي وهذيك الدرجه ديال اللون ديال الماء تبدا غادي وتخفف. نتوما بعد اسبوع ذوقوا الزيتون ديالكم حسب الدرجه اللي بغيتوا في يعني تنحبد يكون شويه الزيتون ديالكم مر. الا بقيتوا تتبدلوا ليه الماء المده اللي هي طويله فتيصبح حلو ما تتبقاش هذيك الفوائد الصحيه ديالو، لهذا تنفضل تكون فيه واحد شويه الطعم ديال المراره. لاحظوا معايا بعد ما مر اسبوع واحد يعني بدلت ليه الماء تقريبا 7 مرات، هنا تنزولوا ليه الماء الاخر وتنوضعوه في واحد الاناء اللي تيكون كبير. اش غادي نديروا ليه دابا؟ غادي نعطيوه اولا غادي نعطيوه اللمسه ديالنا الخاصه. الزيتون ديال اليوم فهو مخالف على الانواع ديال الزيتون اللي قدمت لكم سابقا كيف ما قلت لكم. هنا غادي نضيف ليه بعض الخضر، الجزر، الا كان عندكم الخيار الصغير كورنيشو حتى هو استعملوه. فهاد الطريقه اللي غادي نعطيكم طريقه اللي هي مميزه. الفلفل الحار الكميه حسب الرغبه، يمكن لكم تخليوه كيف ما هو يعني مزاود او لا تقطعوه. الا كان الفلفل فيه الالوان يكون من المفضل، لان حتى ديك الحطه في الطبله من بعد ملي تنحطوا الزيتون ديالنا في الطبله يكون اللون ديال هاد الزيتون زاهي. غادي نستعمل كذلك القرنب، عفوا زهرة القرنبيط، شيفلور، فغادي نزول ليه هاد الاوراق. من بعد غادي نقطع دوك الزهرات ديال القرنبيط يكونوا صغار شويه، فلاحظوا معايا
الحجم ديالهم يكون شوية صغير. اللي بغى يستعمل غير الزيتون بوحدو فيمكن لكم تعملوه نفس الطريقة بدون الإضافة ديال هاد الإضافات اللي استعملت الجزر وزهرة القرنبيط. وغادي نعطيوه الطعم الحامض ديال الليمون، فغادي نضيف قطع من الليمون الحامض، حبذا لو كان الحامض البلدي يكون أحسن. فغادي نستعمل قطع من الحامض، ثوم. يمكن لكم بالنسبة للثومة تعملوها فصوص، ولكن أنا غادي نقطعها باش تزيد تطلق لي النكهة ديالها في باقي المكونات. وهنا تنضيف عصير الليمون الحامض، يلا عصرته حتى بغيت نوجد الزيتون ديالي. ضفت معلقة صغيرة من مسحوق الكمون، إذا كان عندكم حبوب كذلك ممكن تستعملوه، والهريسة الكمية حسب الرغبة. عندي هنا أوريغانو الزعتر البري، ومعلقة كبيرة من الكركم، فهذه الإضافة إضافة اللي هي جيدة، تتعطينا لون زوين بزاف، كذلك النكهة زوينة. واستعملت الملح ديال الهيمالايا الوردي، يمكن لكم بالنسبة للملحة تعوضوها بأي نوع من الملح اللي تتوفروا عليه، غير ما تكونش مضاف لها اليود. ممكن تستعملوا الملح الخشن وتنخلطوا كل هذه المكونات. اللي عندكم مثلا بصلة صغيرة كذلك ممكن تستعملوها في الوصفة ديالنا. من بعد ما خلطنا الكل جيدا، هاد القراعي فنغسلتهم مرة أخرى وخليتهم حتى نشفوا، وغادي نضيفوا لهم الخليط ديال الزيتون مع باقي المكونات، نحاولوا نعمروهم مزيان. دائما ملي تنجيو نخلطوا الزيتون ديالنا فحتى الاخر تنستعملوا القفازات، باش فهاد الخطوات اللي هما اللي تيبانوا لكم بسط فهم السر في الاحتفاظ لمدة طويلة او لمدة طويلة لهاد الزيتون ديالنا. هاد الخليط بقى لينا غادي نقسموه على القراعي، لان فيه البنه مركزه. من بعد تنحضروا تلميره او لا خليط الماء مع الملح، تقريبا 60 حتى 80 غرام لكل لتر من الماء. اللي باغي يقلل من الكميه ديال الملح له ذلك، ولكن تعرفوا بان الملح فهو ماده حافظه. الى نقسم الكميه ديال الملح حاولوا تتبعوا الخطوات اللي غادي نعطيكم من بعد. اولا تمسحوا الفم ديال القراعي بشكل جيد، فكل هاد الخطوات اللي تنعطيكم فهم خطوات اساسيه اللي خاصكم تتبعوها، باش الا كنتو غادي تحتفظوا بالزيتون ديالكم لازيد من مده ديال السنه كامله فتبقى لكم صالح. هنا تنضيفوا بعد ما هاد الزيتون خاصنا نكونوا مغطينه تماما بالماء، يعني الزيتونات ما يكونوش طافين بالاعلى. من بعد تنضيفوا ليه طبقه من زيت الزيتون، طبقة اللي تكون سميكة شوية، لأن هي اللي تتحول دون داك باش ما يقيش لينا داك السيسون الهواء وما تيخسرش يبقى صالح. من بعد تنخليه في واحد المكان اللي تيكون مظلم لمدة ديال أسبوع تصبح جاهز للأكل. ومن تنبغيو ناخدوه دائما بواحد الملعقة، ما تنديروش إيدينا. وبصحتكم، دمتم لنا أوفياء، والسلام عليكم.